طيب تعالوا يا شباب. طيب نحن الآن بنستعرض نظرية معالجة المياه الملوثة وتحديدا مياه الصرف الصحي. عندنا نموذج مصغر للسبتيك تانك. السبتيك تانك هو التخمير اللا هوائي المعروف، هو لا هوائي. المياه بتنتقل من السبتيك تانك بطرمبات طبيعي. السبتيك تانك تحت الأرض، رفعت المياه للغرفة الأولى اللي بتستقبل المياه الملوثة، لكن بزودها بكميات الكافية من الأكسجين أو بالهواء الفريش بآلية البلاور أو طرمبات الهواء. طرمبات الهواء لما تنزل تحت بتحتاج لموزع أو ما يسمى بالإير ديفيوزر. الهواء لازم يشكل فقاقيع. لما الهواء يجي لازم يلاقي بلاستيك ميديا زي اللي احنا شايفينها دي. هذه البلاستيك ميديا خاصيتها بتحافظ على البكتيريا الهوائية اللي أنا نميتها عشان ما تطلع، بتكون محفوظة في هذه القطعة البلاستيكية. خلصت من المرحلة دي، الموية بالضغط اللي جاي من السبتيك تانك تنتقل للغرفة الثانية. الغرفة الثانية بتكون اتفلترت، لاقت المواد الصلبة، حصل لها ترسيب. هنا عندي وحدة بتاع التعقيم اللي هي ديس انفكشن، بعقيمها بكلورين وبخدت لها كلورين ديسبنسر وبينزل فيها، او اعقيمها بالاشعة ما يعرف باليو في. اتعقمت خلاص، بقت مويه صالحة للزراعة. فنظرية المعالجة واحدة وبسيطة جدا في كل انواع المحطات. المحطات اللي بنتكلم عنها الان هي محطات الدوميستيك ويست ووتر، اللي هي المحطات اللي فيها ما فيها مواد صناعية، ما مستشفى، ما مصنع، ما فيها كيماويات. ودي أفضل وأسهل معالجة. ده واحد من النماذج. النموذج الثاني أقل مستوى، وده ما يسمى بالتريكلينج فلتر. التريكلينج فلتر أسهل شوية من النظام ده، ما بحتاج لبلور، وده يصلح للمناطق الريفية والطرفية وللبيوت الصغيرة وللمزارع والمساجد. المهم السبتيك تانك بتطلع بآلية الطرمبة وبتخش هنا، بعدين بتلاقي مواسير مخرمة. المواسير المخرمة بتنثر المياه شكل رشاش، بتكتسب بكتيريا هوائية من الجو، وفي بلاستيك ميديا كمان فوق موجودة هنا. الموية بتبلل البلاستيك ميديا، بتصطاد بكتيريا من الجو، بتعمل لي معالجة لكل موية السبتيك تانك، وممكن أفلترها بالساند فلتر زي الموجود فوق كده. أنا عملت معالجة رخيصة جدا وسهلة جدا، لكن أقل مستوى من النظام ده. ده تريكلينج فلتر، ده اسمه اكتيفيتد سلادج. يعني انا كل مره دخلت مجموعه ولا السلج بيكون قاعد هنا، السلج بيكون قاعد في السبتيك تانك، هنا ما عندي سلج. انليس انه عندي فلتر، اما في فلتر بيكون في سلج فوق. فالنظام ده سهل جدا للبيوت، للعوائل، لفاميلي خمسه سته بيوت مع بعض. البلاستيك ميديا دي بلاستيك بتقعد معاك فور ايفر، هي بلاستيك بتتأثر بالأشعة فوق البنفسجية، لكن هنا ما بيجي أشعة بعد جوا الموية. لكن هي مهمتها، أنا عملت تكاثر للبكتيريا، فيمكن الشغل بيولوجيكال، ولدت بكتيريا. عشان كده المعالجة دي ما كيماوية، ما عندي إضافات كيماوية، لكن عندي توالد بكتيريا بما يعرف بالبيولوجيكال تريتمنت. الشغل الدوميستيك كله معالجته بيولوجيكال. دي ناس البيولوجي وناس الزراعة وناس العلوم بيعرفوها جدا. هنا ما عندي غاز، البكتيريا اللا هوائية بستخدمها في البيوغاز، بتولد لي غاز الميثين اللي عنده رايحة بتاعت المجاري المعروفة. لكن هنا ما عندي غاز، دخلت أكسجين طوالي بيعدم لي البكتيريا اللا هوائية، بيولد لي البكتيريا الهوائية اللي هي بكتيريا لا تضر الإنسان وعندها فوائد كثيرة، بتلتهم البكتيريا الأخرى وتبقى هي السائدة. يعني الآن
كل ما نشوف رغوة معناته المعالجة ماشية للأفضل وما فيش غازات ما فيش روائح ما فيش أي شيء. ده جربناه في السودان 12 سنة بدون أي مشاكل. ده موجود في السلاح الطبي، موجود في منشآت الجيش، في الشرطة، النظام ده شغال، لكن ما بالكفاءة اللي احنا عاوزينها. عشان كده جايين للموضوع ده، ليس الفعالية. كل ما أنا الفعالية زادت ما هيكون عندي مخلفات إلا إذا كانت رمل أو طين أو مخلفات صلبة. أي مخلفات عضوية أنا بكون التهمتها بكثافة البكتيريا. البلاستيك ميديا بتكثف البكتيريا. فيها نوعين، فيها النظام ده وفيها النظام الموجود فوق عبارة عن شبكة زي المش بتاع المكيفات الهواء، بتكون البكتيريا متواجدة جوا. طيب نجي للنظام الأكثر تطورا، هذا النظام ياباني تكنولوجي، بتقنية يابانية مضغوطة مقتصرة شديد، مكثف فيها هنا جوا الصندوق ده البلاستيك ميديا موجودة جوا. البلاستيك ميديا بتصغر لي حجم المحطة. إذا المحطة بتشيل 20 متر مكعب وأنا استخدمت البلاستيك ميديا وأديت التهوية كافية بالبلور، أختصر المحطة ل 10 متر مكعب طوال 50%. ولذلك البلاستيك ميديا مفيدة جدا، لازم تكون موجودة. الآن موجودة هنا داخل هذا الصندوق، وهنا الموية الملوثة من السبتك تانك بتجيني هنا، ده بيكون مدفون. النظام ده بيكون ظاهر فوق مستوى سطح الأرض، لكن طالما ده مدفون باي جرافيتي، الموية من السبتك تانك بتخش هنا، بتاخد وقتها، عندها ريتنشن تايم ما لا يقل عن 6 ساعات. خشت هنا اتربت البكتيريا في البلاستيك ميديا. البلور لابد منه طالما في بلاستيك ميديا. البلور بيكون قاعد فوق معه طبلون بتاع كهرباء عشان ينظم شغل المحطة بالتايمر، ما تكون شغالة 24 ساعة. بعد ما خلصت أوجدت البكتيريا وخليتها تتكاثر، يبقى المحطة لو كل يوم اشتغلت 6 ساعات كويس جدا جدا، يبقى كده وفرت طاقة، وفرت كهرباء. بتجيني مياه نظيفة جدا جدا هنا، وبتمشي الزراعة طوال. السلادج هنا ما حيكون عندي، عشان كده المحطة معمولة مضغوطة وما متوقع تكون فيها مخلفات ورواسب وكلام. الكلور اذا المويه بتلامس الانسان، اذا داير اغسل بها عربيه، داير انا اغسل بها يدي، ارش بها الحوش، بحتاج لكلورين وبخط لها كلورين ديسبنسر في اي حاجه باغه ولا كيس واخليها تنزل نقط، لكن في طرمبه خاصه للكلورين بوزينها عشان ما تشتغل طوالي 24 ساعة. المحطة اشتغلت في تشتغل، المحطة وقفت تجيب. في طرمبة بتاعت كلور بتكون برات مركبة، ولكن بيحسب الزول بتاع المختبر انك انت داير كم لتر في اليوم حسب حجم الموية اللي انت بتعالج فيها. فدي افضل تكنولوجيا وعندنا منها الان حجم كبير، بس ما جبناه في المعرض. طوله 6 امتار بيغطي لي 16 شقة. طيب القانون بتاع البيئة لسنة 2011 وقانون صحة البيئة ل 2005 يمنع حفر آبار السيفون. الآن حفر آبار السيفون مخالف للقانون، لكن السلطات ما قدرت تنفذ القانون لعدم توفر التكنولوجيا. التقنيات دي ممكن أن تصنع محليا كلها في القوات المسلحة وفي الشرطة، كل المحطات مستوردة. عايز اقول لك هذه المحطات انت بتجيبها باضعاف اضعاف تكلفتها، بتشغلوها في احواض خرسانيه ممكن تكون اصغر من الحجم ده. اذا انا استخدمت النظام ده اللي هو اسمه فيكس فيلم، فيكس فيلم اللي هو اضافه البلاستيك ميديا، بتضغط شكل المحطه بدل تكون منشآت ضخمه جدا جدا. طبعا خاضع لحسابات وخاضع لمعايير انه انا كيف اضغط المحطه وكذا، لكن انتم تستخدموا هذا النظام وزود بلاستيك ميديا بما يسمى اكتيفيتد سلادج. دخلت مويه جديده تطلع مويه قبليها، تاخذ وقتها كده. البلاستيك ميديا بتعجل الشغل وبتخلي المحطه حتى لو واقفه التفاعل بيستمر، التفاعل البيولوجي
توالد البكتيريا. البكتيريا حية، البكتيريا أنواع كثيرة جدا طبعا لا ترى بالعين المجردة، لكن هي كفيلة بالقضاء على كل الملوثات العضوية، إذا كانت نبات، إذا كانت أغذية، إذا كانت سيلولوز، كرتون، ورق، كل ده. فدي دي أكثر تطورا. ما في شيء يمنع تطبيق وتصنيع هذه الشغل في السودان إلا عدم المعرفة، لكن التطبيق سهل جدا والتصنيع سهل جدا جدا. طيب نجي لتطبيق المرحاض. السودان مصنف ضمن الدول اللي ما فيها صرف صحي، ما عندنا شبكات، واللي يستمتعوا بالمرحاض في السودان 50%. كل السودان، السودان مصنف من أسوأ دول العالم في توفر المراحيض والصرف الصحي الملائم، ولذلك دارين نحسن الوضع ده، ولازم نوجد حلول عملية، حلول بيئية، حلول بمعايير دولية. ده المرحاض بالشكل العملي. المرحاض أولا يجب أن لا يكلف كثير. لما نقول مرحاض معناته حمام خارج البيت، قد يكون في الحوش، قد يكون في معسكر، قد يكون في مسجد، فده حمام مصنع من المواد الملائمة، ليس من الحديد وليس من الفايبر جلاس وليس من الطوب والبلوك. الحمام ده تركيب مصنع بتكنولوجيا الفيروسيمنت. الفيروسيمنت هي عبارة عن حوائط سماكتها 2.5 سم ومسلح بالوير مش. يبقى أنا ممكن الحمام ده أشيله عبارة عن 3 ألواح زائد سقف، أقدر أشيله بعربية بوكس و4 عمال بيربطوه بمسامير وتركب له أي باب أو عند الخواجات باب ذاته مال، بس في الشكل ده. المخلفات بتطلع من المقعد وبتمشي لحفرتين بحجم المانهول خلف الحمام، على شرط الحفرة أن لا يزيد عمقها عن 1 متر. كل ما زدت العمق كل ما سمحت للبكتيريا اللاهوائية إنها تنمو. البكتيريا اللاهوائية ما عايزة أي أكسجين، وبالتالي الكوارث اللي عندنا نادية من المراحيض العميقة. يعني زمان المواطن يقول لك والله عندي مرحاض 7 متر و5 متر ومبسوط وعايش وكويس، خطأ. المرحاض هو منشأة خطرة جدا جدا، بتولد أبخرة وغازات 24 ساعة. المرحاض منشأة غير قابلة للصيانة. انت عندك حفرة وسقفتها، طيب ما بتعرف 200 هتنهار، هتعيش لك حد كم؟ ما عندك أي معايير، ولذلك أدت لكوارث. حصل القصة المعروفة في أمدرمان واللي بيحصل في شرق النيل، كل ما تجي سيول حفرة زي دي مفتوحة البيت كله يتملى موية، طوال هي بتستوعب الموية دي كلها في الحوش، ما خلاص حفرة، وبعد كده تنهار وتبقى كارثة أخرى. عشان كده عمق الحفرة بتاعت المرحاض لا تزيد عن 1 متر. العرض حسب حجم الأسرة، ممكن تكون 60 × 60 متر، 80 × 80 متر، متر في متر في متر، 120 متر، وتغطيها بألواح بالشكل ده عشان تسمح بتهوية، تسمح بدخول الأكسجين. معنى كده سمحت بأكسجين أن يقضي على البكتيريا ويخليها أقل معدل ممكن. في الحالة دي ما حتكون عندك روائح، طالما ما عندك بكتيريا لا هواية يبقى الحمام ما فيهوش روائح خالص. طيب هنا المرحاض تطور إلى شكل جاهز، ده ما يسمى بالدراي تويلت. فعلا هو دراي تويلت، فيه مصفى هنا، وده بيكون مدفون تحت سطح الأرض لحد هنا. المقعد بداخل الحمام والحيطة واقفة هنا، هذا الجزء معرض للشمس، دائما خليه ناحية الجنوب. طالما ده معرض للشمس بتكون الحته دي فيها تيارات ابخره حاره وتخليه مغلق. المروحه اللي شغاله بالهواء بدون كهرباء بدون اي حاجه بتشفط كل الابخره اللي جوا، تجفف
ما علق على المصفى، المصفى فيه المخلفات العضوية اللي تعرضت لتجفيف وتفصلت منها السوائل تحت. السوائل إذا كثيرة بتزودوا بماسورة على عمق 80 سم وتحفر لها مجرى وتخليها مخرمة وتزرع عليها أي أشجار. ده ممكن يقعد معك سنتين ثلاثة بدون أي نظافة بدون أي حاجة. النظافة بتفتح الغطاء بتشيلها بكوريك بتديها الزراعة ويفضل بدون روائح بدون أي مشاكل. وهذا نظام ابتكار سويدي وتم تطويره في أمريكا وتطبيقه في كل جنوب أفريقيا. التكلفة سؤال كويس. إذا أنت جبته من جنوب أفريقيا تكلفته لا تتعدى $600، لكن لو صنعته في السودان خاضع لأسعار الفايبر جلاس والخزان. لكن فيه تطبيق آخر، ممكن تبني تحت الأرض بطوب، ممكن تستخدم الفيرو سيمنت زي ده اللي هي الخرسانات الجاهزة الخفيفة الرفيعة، لكن ده لابد منه بهذا الشكل. ممكن يبقى فايبر يبقى ميتال، والمقعد ممكن يكون مقعد صيني، والمدخنة ممكن تكون أي مدخنة. أنت تستطيع أن تختصر التكلفة، ما عندها أي علاقة بالتكلفة اللي الآن نحن بنصرفها على حفر بير السيفون وعمل المصاصات وعمل البلاعات والسيل سايد في السودان. هنا نفس تكنولوجيا الفيرو سيمنت، ده سيبتيك تانك. السيبتيك تانك ده مصنع بنفس تقنية الحمام، خرسانة رفيعة سماكتها لا تتعدى 2.5 سم. السيبتيك تانك ده كله ممكن تشيله في بوكس وتركبه في يوم واحد بواسطة 4 عمال بس. تحفر له حفرة وتدفنه وتركب الجنبات الأربعة والبارتيشن والغطاء وخلاص أصبح عندك سيبتيك تانك قليل التكلفة. يعني ده تكلفته المفروض تكون أقل من نصف ما بننفقه نحن الآن على السيبتيك تانك. ودي خرسانة رفيعة مستخدمة في السودان يمكن لها أكثر من 20 سنة، استخدمت في الإسكان في أبو سعيد واستخدمت في مدارس في المنشية، ولكن نحن أول مرة عملناها بريكاست وتصنع سيبتيك تانك وتصنع حوض سباحة وتصنع منها نافورة وتصنع منها صهريج للمياه وتعزيلها من الداخل بعوازل رطوبة. فده برضو تقليل للتكلفة واستخدام المادة بصورة عملية. يس. هنا بنمشي لخرسانة أكثر تطورا. طيب نحن أمام تجربة بتاعت بري كاست كونكريت. البري كاست كونكريت بدأ في السودان سنة 63، كان عندنا هذه التكنولوجيا. أول دولة عربية إفريقية صنعت البري كاست بري ستريس كونكريت هي جمهورية السودان سنة 63، والمصنع ده الآن موجود في صوبة. لكن لما دخل الكمر والجبلونات غضت على هذه الصناعة. أول عمدان كهرباء صنعت من خرسانة صنعت في صوبة في وقت كان عمود الكهرباء خشب زمان. الآن عمدة الإنارة دي كلها حديد، لكن ممكن أعملها من هذه الطريقة. طيب الآن اللي قدامنا دي عبارة عن مبنى متكامل، ما شايفينه تحت ده جريد بيم جاهز، بتشيله بتك الأرض بتجهزها بدون قواعد بدون أي حاجة، بتثبت الجريد بيم فيه أسياخ طالعة واللوح ده مخرم بالشكل ده بيجيب على الجريد بيم. انت بتحتاج لكرين مؤكد.